قصة اليوم بعنوان شهر التزود، شهر رمضان، شهر التزود من التقوى. بطبيعة الحال نستضيف سيدتنا الأكفاء، سيدنا الأجلاء، أستاذنا الفاضل سي خالد سعيدان، باحث ومتفقد للتعليم الإعدادي والثانوي. مرحبا بك سي خالد. مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا. كذلك أستاذنا سي جمال السعيدي، مرحبا بك. شكرا حضور. كذلك أستاذنا الفاضل سي الحبيب الطيبي، مرحبا بالجميع. في بطبيعة الحال في الأخراج والتأثيث معنا سي أحمد مخلوفي، وكذلك سي محمد سيف بالعراس، مرحبا بالجميع. قلت موضوع حصتنا اليوم بحوله وقوته سيكون شهر رمضان، شهر التزود بالتقوى، أو بصفة عامة هو شهر التزود. سي خالد، ونحن نتحدث عن التزود، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صحيح أن هذه الآية نزلت في قوم من اليمن ذهبوا إلى الحج بدون زاد، وقال نحن متوكلون على الله، فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولكن وإن كان يعني في علاقة بالزاد الدنيا، ولكنه في الأخير قالهم فإن خير الزاد التقوى. هذا ما ذكره ابن عباس وذكره الكثير في سبب نزول الآية، لكن الذي يهمنا نحن اليوم ونحن في شهر رمضان سي خالد هو أنه تقريب يعني أفضل تزود هو لدى المؤمن هو أن يعرف ربه، أن يعرف خالقه بدرجة أولى في ذاته، في صفاته، الرحيم، الغفور، الودود، الرب الذي خلق السماوات والأرض، الرب العظيم، يعني هذه الذات المتكاملة، هذه الذات التي لا تحتاج لغيرها. بداية سي خالد، ونحن نتكلم عن مسألة الزاد ونقول بدرجة أولى لابد أن نعرف ربنا، في هذا الإطار الكلمة لك. شكرا سي الأزهر، وسبق وأن تحدثنا في مسائل كثيرة في علاقة بما ذكرت الآن، خاصة في علاقة بمفهوم الدين، بمفهوم العقيدة. نعم. والكل نعرف اللي أول آية نزلت على الخلف المشهور هي آية اقرأ، واقرأ لنا بالمعنى الرمزي وليس بالمعنى الحرفي واللفظي اللغوي البسيط. أيضا سئل علي بن طالب كرم الله وجهه عن الدين، فقال أول الدين معرفته. نعم. ولو كان نحب نفصله ونبسطه في نفس الوقت، الدين معرفة، الدين علم، ولا يمكن أن نمارس الدين ولا يمكن أن نتحدث عن علاقتنا بالله تعالى إلا إذا عرفنا حقوق الله سبحانه وتعالى علينا، وحقوقنا أيضا على المولى سبحانه وتعالى، وحقوقنا على غيرنا، وحقوق على غيرنا علينا. الدين معرفة، وخير الزاد هو المعرفة والعلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض المفسرين فسروا ليعبدون ليعرفوا. فالغاية البعيدة النهائية والغاية الكبرى للخلق هي أن نعرف الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل عن سائر الكائنات والمخلوقات الأخرى وجعله مناط التكليف. إذن واتقوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأكيد المعاني متداخلة ومتراكمة. الزاد في المعنى البسيط عند العامي هو ما يحتاجه من قوت ومن غيره، والزاد عند العرفاء نحب نوصل للمعاني العليا والسامية والراقية هي ما يقربنا نحو الله سبحانه وتعالى، هي ما يجعلنا نعرف الله سبحانه وتعالى أكثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن هذا الأمر دين فانظروا عما تأخذون دينكم. يعني لازم نعرف منين نأخذ، ما هي المصادر الأصلية لديننا حتى نعرف ديننا على حقيقته وفي مكامنه وفي أبعاده ومقاصده. أيضا يجب أن نعرف ما هي واجباتنا نحو المولى الله سبحانه وتعالى، ما هي واجباتنا نحو ذواتنا، نحو الآخرين، واجباتنا فيما يتعلق بالجانب العبادي وفيما يتعلق بالجانب التواصلي التعامل اليومي مع الذات ومع الآخرين. وفي هذا الصدد لابد أن نبحث عن المصادر الأساسية التي تساعدنا على تبين هذه المعارف وكيفية العمل بها، حتى يكون ذاك الزاد يساعدنا بالفعل على أن نسلك الطريق نحو الله ونحو مرضات الله سبحانه وتعالى. شكرا سي خالد فيما ذهبت إليه. يعني سي خالد نفهم يعني من كلامك أن معرفة الله سبحانه وتعالى كزاد أولي
هي التي ستعرفنا بأنفسنا، وهي التي ستبني علاقة مع الآخرين ومع الكون، مع الكون. يعني هناك خيط ناظم بين يعني الله والإنسان والكون تقريبا، يعني انطلاقا من معرفة الإله تعرف نفسك، ثم تعرف يعني علاقتك بالكون حتى تقوم بمسؤوليتك على أحسن على أحسن وجه. بعض الأدعية في مناجات للرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين خذوا هذه المناجات، في هذه المناجات نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نفسه، لأنه لم يعرفنا نفسه لم نعرف رسوله، ولا لم نعرف رسوله لم نعرف كتابه، ولم نعرف الأحكام والأحكام سواء متعلق بالعقيدة أو يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات. إذن فالمعرفة هي الطريق، وهي ومن هنا في معنى النور ومعنى الهداية هي المعرفة. الذي سينير الطريق هو المعرفة، سواء بالمعنى الرمزي أو بالمعنى الحقيقي. شكرا سي جمال. ونحن يعني قلنا يعني أول زاد هو أن نعرف الله، ما زلنا في هذه المسألة، أن نعرف هذه الذات العالية، هذه الذات التي هي يعني قائمة بشؤونها وقائمة بنفسها. نقرأ في سورة الإخلاص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونحن نعرف أن سبب نزول الآية هو أنه يعني قوم من المشركين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله يعني صف لنا ربك، هل هو من إله من ذهب من فضة من فنزل قوله تعالى قل يا محمد قل هو الله أحد، والآية الوحيدة اللي فيها أحد فقط 5633 آية ما فماش أحد، هذه الآية الوحيدة اللي فيها أحد. وهناك فرق بين أحد وواحد، فالأحد الذي لا يتجزأ، وحدنا بس الحبيب في اللغة الواحد يتجزأ، يعني إنسان فيه إنسان واحد فيه أنف وعينين والأحد لا يتجزأ، فالله ذات متكاملة لا تتجزأ، ولذلك أردفها بالصمد وأنه ليس في حاجة إلى غيري. في هذا الإطار نحبك في ما عندك، في هذا الإطار نريد أن نتكلم، ولكن نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعود أحمد مستمعي الأفاضل في برنامجكم المفضل إضاءات في هذه الحصة المتجددة بعنوان شهر رمضان، شهر التزود، شهر التزود من التقوى، شهر التزود من العلم، شهر التزود من المعرفة، شهر التزود من العبادات بجميع أنواعها. أستاذنا الفاضل سي جمال، أعود إليك فيما طرحنا من سؤال، هذه العلاقة يعني التي تبنى من خلال معرفة الله في ذاته في صفاته وفي أعماله، تبني هذه الذات المؤمنة التي هي بدورها ستكون لها علاقة مع هذا الكون الذي خلق الإنسان والذي هو خليفة فيه. الكلمة لك في هذا الإطار. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية موضوع معرفة الله هو بالأساس مسألة كلامية، موضوع كلامي، والمعلوم أن علم الكلام يعني كان علما جدليا واختلف فيه المسلمون وتسبب حتى في كثير من الفتن في العالم الإسلامي، لأنه يتناول القضايا الغيبية الميتافيزيقية بلغة الفلسفة وهي محل اختلاف. المقصود بمعرفة الذات الله، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لا تفكروا في ذات الله ولا فكروا، لكن فكروا في خلقه. الذي يوصل أو يوتد إيمان الإنسان بالله هو شيئان هامان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. يعني الذات والموضوع. الإنسان مكوناته الجيولوجية والبيولوجية والكون. ما يعيق المسلمين اليوم على إيمانهم، في ما فرق بين الإسلام والإيمان. نعم جميعا المسلمون، ولكن الإيمان قد لا يكون منتشر بين الجميع. الإيمان هو أعلى درجات الالتزام. والإسلام أقل من الإيمان، هو أنه ينقصنا فقه الكون. وهذا مهم جدا، وأسباب من أسباب تخلف المسلمين أنهم لم ينتبهوا إلى هذه الناحية في التعامل مع الطبيعة، الطبيعة المسخرة التي سخرها الله للإنسان. لم يفهموا الكون وفكر رموزه وقوانينه وسننه، لم يستغلوا المسخر
الذي سخره الله الإنسان، ولم يوظف المسخر لمسخر ذاته. وهذه من أزمة المسلم، من أسباب التخلف. معرفة الله تكون بمعرفة الطبيعة، بفهم الطبيعة. اليوم نلاحظ في عالمنا المعاصر أن الإسلام مسلمين، ما يسمى بالمسلمين اليوم نحن بصفتنا الشعوب العربية والإسلامية، إسلامنا شكلي طقوسي فولكلوري، لا يتجاوز جدران المسجد، ليس موجودا في الواقع، لا يتفاعل مع الواقع، ولا يحسن تطوير هذا، ولا يفكر في تطوير هذا الواقع. إسلام غريب عن الواقع، إسلام معلق بين جدران المسجد، لا علاقة له، لا يتفاعل مع الواقع ولا يغير. بينما نلاحظ في حياة الغرب، ونحن بين كفار، يدخلون الإسلام بالعقل بالتفاعل. احنا ساعات احنا كنشوفوا نتفرجوا على ناسيونال جيوغرافي، مهندس داخل بوت شاد قلته يشوف الحشرات ويعمل في ملف، احنا نضحكوا عليه، نقولوا ذي بوها لي درويش، وقت قاعد يبتكر في نفسه في قوانين، يشوف قوانين الحشرات كيفاش تطير وكيفاش تولد وكيفاش تتكاثر، ومن هذه القوانين ينطلق ليصنع المنجز الحضاري. تزيد في احتياق اليوم تعطيه فيها مش مشاكل لها، ولا مش دبر سرق ثانية ولا كذا، في القانون الجاذبية. يعني نقصوا نحن المسلمين لكي نعرف الله حق معرفته، مش نلقى كعب بطاطا فيها شكل الله نقول سبحان الله، ما يكفيش. نعم ما يكفيش، يعني انت فعل بجدية مع الكون، هذا الكون سخره الله لنا كل سنة. وأمان الأرض أن ننتشر في الأرض، شو معنى أن ننتشر في الأرض؟ هو الذي جعل الأرض دون فانتشروا في فسعوا في مناكبها وانتشروا فيها. مناكبها يعني أرجائها. لما نفهم الكون ونؤسس فقها جديدا، مش فقه صلاهات، خلينا الناس كلنا نعرفوها، صلاهات والزكيات والحج والصوم والغسل والطهارة، فقه جديد، فقه الكون، أن ننتشر في هذا الكون العريض لكي نقترب من الله. لو تعلقت كما يقول وسلم همة المرء ما وراء العرش ناله، مش تطلع 500 نقول استغفر الله العظيم. شكرا سي جمال. في مذهب إليه يعني هذه العلاقة التلازمية بين معرفة الله ومعرفة الكون، هذا لعله يحيلنا إلى نطرح سؤال آخر، وسؤال بطبيعة الحال سنطرحه على أستاذنا الفاضل سي الحبيب الطيبي. سي الحبيب الطيبي، كيف يعني من الانطلاق من معرفة الله أن نمسجد كل الأرض؟ يعني نخرج من هال يعني الإطار الضيق هذا واحد، وتصبح الأرض كلها مسجد، نمسجد الأرض. كلمة لك في هذا الإطار وفي غير الإطار، يعني في هذه العلاقة. نعم، كلمة لك سلاح بيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور. نحاول نبسط ما قيل وننطلق منه معنا. نعم. تفاعلا مع الأطروحتين، احنا كيفاش نعرفوا ربي؟ عادة نعرفوا بالتقاليد، يعني معرفتنا ربي كما تعلمنا، كما ورثنا، كما صنعنا، كما هكا، كما هكا. ما تسألناش، احنا مطرحنا السؤال، ما حاولناش ان نجدوا المعرفة دي، ما حاولناش ان نطور. ولذلك اليوم طرحنا السؤال، يعني اذا نجي هنا مشروعية البحث في ان تكون عنا معرفة برب العالمين. كما قال سي جمال، هل أنه تدخل الجامع معناها وتصلي، هل أنك أنت عرفت ربي حقيقة؟ هل أنك أنت كي تكرم والديك، هل أنك فعلا حقيقة عرفت ربي؟ الأغلبية معناها الدين كما المهنة، كما الخدمة معناها. أو في الجامع صليت وفي المهمة ذي مشيت للخدمة، تستعمل كل الطرق وكل الوسائل وكل الأساليب باش تقوم بدورك، وهك عادي تروحك وتروح فرحا مسرورا والحمد لله يا رب العالمين. ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء الحمد لله. أنا نخدم بالحمد لله، حتى كلمة الحمد لله في حد ذاتها تقليد، وهذا إشكال معناها في الحقيقة. نعود هو إذا نزمنا نجد معرفتنا بربي من خلال تجديد إيماننا، من خلال أني أطرح السؤال التالي: ماذا يعني انتمائي إلى الإسلام؟ ماذا يعني قراءتي، أو ماذا تعني قراءتي للقرآن؟ لا، وأكثر من ذلك، ماذا يعني انتمائي إلى ربي؟ هي باش نجي، وقت شو هي الهدى والتقى والعفاف اللي تهزنا باش تعرفنا بربي سبحانه وتعالى؟ خصوص
هناك أسس إيمانية وهناك أسس عقلية موضوعية علمية معرفية. هذا عنده وظيفته وهذا عنده وظيفته. إيش حبينا نحن؟ حبينا ننزع على رواحنا جبة الوجدان والعاطفة الفياضة اللي ما تعملش فاصل بين الحق وعكسه، بين الصدق وعكسه، يعني بين المعرفة الحقيقية لرب العالمين وبين الفهم السيء والفاسد للمسألة هذه. أنا ديما نقول وعندي قناعة بهذا، رأوا معرفة رب العالمين متنجمش تكون إلا من خلال العلاقة الإيمانية الوطيدة به، والعلاقة الإيمانية الوطيدة به أسلها كلام ربي، أسلها القرآن، أن ربي هو نور السماوات والأرض، والنور ذاك منجموش إحنا نكتشفوه إلا من خلال دراسة إيمانية من ناحية وعلمية من ناحية لما يضمن النص القرآني. النص القرآني في الجانب العلمي يثير لك مسائل ويثير لك أسئلة ويثير لك إشكالات اللي في الحقيقة معناها لما تخمم فيها تقول هذا عالم آخر، وتقول هذا النص ذي لوح محفوظ، وتقول هو راه في الآخر بالكل معناها ما يدركوش اللي يجي، وذاك إيش معناها؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما يجيش ما يفهمهم، وذاك يؤتي الحكمة من يشاء. ثم فرق واحد يقرأ إذا الشمس كورت بطريقة تقليدية يتعدى على روحه، وواحد يقرأ إذا الشمس كورت بطريقة علمية يستند في ذلك إلى العلوم الكونيات وإلى العلوم الفيزيائية، تكون عنده مصادر ومراجع علمية في هذا الباب، فهذا يتدبر القرآن ويحفر في الصورة الحقيقية والفهم الحقيقي للمولى ولله سبحانه وتعالى، وذاك يتقبل تقبل سلبي بطبع شتين بين هذا وذاك. هذا طريقه هو المنهج اللي يقول القرآن فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يعني في الآخر بالكل هذا الكون عنده نظام، بني هذا النظام بشكل دقيق تحكم قوانين طبيعية وفيزيائية لابد من معرفتها كما كان يقول الأستاذ سي جمال. احنا اقترنا العلم والمعرفة برب العزة في العقيدة الفقهية والإيمانية بشكل تراثي بشكل ضيق، وريتوا خنقنا روحنا برشا 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 هكا، اللي بدلا من اللي في مرحلة ما كنا نقدمه وكنت تكون عنا الريادة، وقت اللي كانت عنا الريادة شنو صار؟ صار الوجه الرؤية اللي هي تعطي تفتح باب الاجتهاد وباب التفكير وباب العقل، الرؤية هذيك والمحاولة هذيك أجهدت، وبقيت المحاولات نقولوا أحلى الإيمانية. فبدلا من أنه ننفتح أكثر صرنا بالزمن نوخر برشا، وتكون العملية عكسية تماما، وما عادش نعرفوا وقتها وما عادش عندنا قدرة باش نعرفوا ما معنى الله. نعم، شكرا سي الحبيب فيما ذهبت إليه، وهذا الربط يعني الواضح بين معرفة الذات الإلهية ونظر في الكون، كيف أن النظر في الكون يعني يؤدي بنا إلى معرفة الذات الإلهية. وهذا لعله يذكرنا بذاك العربي الذي قال قولته المشهورة: البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج فلا تدل على العليم الخبير. وتحركت لديه الفطرة يعني، فقال هذا الكلام الذي يدل على أثار الله سبحانه وتعالى، وهذه الأثار تدل على الخلق. سي خالد، وأنا استمع يعني لما قلتم، تبين لي يعني في هذه اللحظة أنه إذا عرفنا صفات الله وامتثلناه نكون قد قمنا بالواجب الحقيقي في استثمار عناصر الكون، وبالتالي كالعلاقة التلازمية بيننا وبين الله وبين الكون. ولذلك الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهذا الإحصاء يتنوع بطبيعة الحال كما تعلمون إلى إحصاء قولي وإحصاء عملي.
فلعل يعني الإحصاء العملي يعني ندعو بهذه الأسماء الله ويا رحمن يا رحيم، ولكن الإحصاء العملي الذي يعني من خلاله يعني نتحول بهذه الصفات إلى ممارسة. نعم. تشبه وتخلق بأخلاق الله. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قال تشبه بأخلاق الله، أليس التشبه بأخلاق الله هو الذي ربما أنه يبني هذه العلاقة المتينة، وأيضا نكون قد فزنا بالدارين، دار الدنيا الخلافة على أحسن وجه، وأيضا خلافة الله في الآخرة في الجنة، وهذه يعني هذه مربوطة بها بتلك، ليس كذلك؟ نعم هذه بتلك. نعم تفضل سي خالد. شكرا لك سي بزر، شكرا لبقية خاصة هذه مسائل الصفات يعني كيفاش تتحول إلى. نحب نبسط سي الأزهر أربط موضوعنا ولقائنا اليوم بمعرفة الله. نعم لأنه ذاك أول زاد، لأنه ذاك أول زاد هو هو المفتاح، وهو نعم أول زاد هو المبدأ وهو الغاية. نعم. هو الأول والأخير. نعم. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. إله. عندنا في العلوم الإسلامية من بين العلوم الإسلامية نحو المعرفة علم لعل الكثيرين يهملونه أو أهملوه، وهو فقه الحديث. تقريبا يأخذ نفس أهمية التفسير والتأويل في التعامل مع النص القرآني. نعم. واللي هو كلام الله، وأن نعرف الله هو أن نعرف كلامه. نعم. لأنه ثم الكثير من الحديث اللي تقول من أراد أن يتخاطب أو يخاطب المولى سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن، فليقرأ. نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. واضح الحديث صحيح. لو ناخذ الحديث هذا ونقف عنده كلمة كلمة. نعم. يعني أنا أنت سي الحبيب سي جمال أيا كان يحب يخاطب المولى سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة بالمعنى التقليدي. نعم. فعليه أن يقرأ القرآن، وقراءة القرآن ليست بالمعنى اللفظي يعني نقرأ ونحسب قراءة 10 مرات وعشرين مرة. ولأن ذاك للسادة المستمعين وكل الأخوة أنه من فضائل شهر رمضان نحن نحكي على التزود وزيادة التقوى، أنه أجر قراءة حرف من القرآن تعادل أجر قراءة القرآن ختمه خارج شهر رمضان. ولهنا أيضا أكد على أهمية هذه الفرصة وهذه الفسحة. نعم. من نعم. شهر رمضان. نعم. وحتى سئل رسولنا في خطبة شهر رمضان قالوا يعني حرف، قال أي حرف بدأ سميلا في بسم الله الباء حرف والسين حرف نعم حرف نعم وهكذا. نعم نعم. الحديث اللي يقول فيه علي بن أبي طالب كان وجه في نهج البلاغة في الخطبة الأولى لما سئل عن الدين يقول أول الدين معرفته. هل الضمير هذا في معرفته في معرفته ترى هو يعود على الدين أم يعود على الله؟ في النهاية سواء عاد على الدين أو عاد على الله فهو في نفس السياق. وربما اللي في نواصل الخطبة نفهم أكثر. يقول أول الدين معرفته، يعني ما نجمش نحكي على حاجة اسمها دين وأنا ما نعرفش الدين. نقول الدين بالمعنى الواسع بالمعنى الكبير. بعد يقول وكمال معرفته سواء الله أو الدين هو توحيده. نعم. يعني أيضا لا يمكن أن نتحدث عن التوحيد ونحن نجهل مسالك التوحيد، أو نحن نجهل أسس التوحيد، أو نحن نجهل مداخل التوحيد، أو نحن نجهل أركان التوحيد، أو نجهل معاني التوحيد. لأن يعني من معاني التوحيد في العقيدة الإسلامية مش فقط أني أعتقد أن للكون خالق ولكل المخلوقات خالق واحد أحد فرد صمد إلى ذلك الصفات والأسماء. هي بين قوسين سي لزر روعدنا في تراثنا المشهور صحيح 99 اسم، لكن راه في العمق وهذا نجدوه عند العرفاء وعند العارفين. لا أكثر من ذلك. ألف أكثر. نعم. الاسم موجودة في النص القرآني. تعالش نقول إذا نحب نعرف المولى سبحانه وتعالى نقرأ القرآن سنجده بصفاته وأسمائه. ومن صفاته ما هي صفات أقوال وما هي صفات أفعال، أن تحسب القول أو تحسب بالفعل. نعم. وكمال توحيده التصديق به، وكمال التصديق به الإخلاص له. يعني لو كان نتوسع ونتبع أكثر الخطبة ونتبع أكثر في مدليل التوحيد. التوحيد وحتى في سورة الإخلاص اللي هي لما سأل بعض اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له أنسب لنا ربك، فجاء الجواب من خلال سورة الإخلاص اللي هي من أسماء إذن سورة التوحيد. فالإخلاص والتوحيد تقريبا يسيران في نفس الاتجاه إذا كانوا مش هما نفس المعنى. إذن فأن نوحد الله، فأن نعرف الله هو أن نخلص في توحيدنا، أن نصدق في توحيدنا. وهذا باش يكون في المستوى العملي احنا في شهر رمضان، أن لا أحتكر العلم والمعرفة، وأن لا أحتكر البضاعة على
أصحابها المحتاجين لها، وأن لا احتكر هذه المعارف والتقوى وكل ما يتعلق بالدين. نرجع بعجالة لمفهوم التقوى في علاقة بمعرفة الله أو بالمعرفة الدين. التقوى هي أن نتقي كل ما يحرمه الله، وأن نأتمر أن نطبق كل ما أمرنا به الله. ولهنا معنى المعرفة، يلزمني نعرف أنا بماذا أمرنا الله سبحانه وما الذي نهانا عنه. وقتها يمكن نجم نحقق معرفة الله من خلال اتقاء المحرمات أو النواهي أو اجتناب النواهي والعمل بما أمرنا به. شكرا سي خالد، هذا مش يجينا بطبيعة الحال فيما بعد يعني في مفهوم التقوى يعني لغة وشرعا ودلالات التقوى وبعد التقوى والتقوى كيف يعني هي أساس لحياتنا اليومية. فالتقوى متغلغلة في حياتنا الاجتماعية والمالية والأخلاقية والعبادية. والتقوى كما تعرفون سي خالد أن يطلق عليها الزاد ويطلق عليها اللباس ويطلق عليها البي ويطلق عليها البناء. هذا ربما يعني سنراه لاحقا. سي جمال شكرا سي خالد. شكرا. سي جمال، ونحن نتكلم عن الزاد الأول وهو معرفة الله. وهو معرفة الله، هذه المعرفة التي سنحيط بها يعني في الذات الإلهية في صفاته في أعماه في أعماله، وأنت كنت يعني تتكلم عن الكون، هذا الكون الذي هو في الحقيقة يحث المؤمن على أن يتلمس علاقته الحقيقية بهذا الكون باعتباره خليفة لله. والطبيعة كما تعلم سي جمال أنها ليست آلة عمياء، وإنما كل عنصر فيها يؤدي دوره بانتظام، مما يدل على أن وراء الخلق خالقا دبر فأحسن التدبير وخلق فأحسن الخلق. والله سبحانه وتعالى يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نفى الله التفاوت عن خلقه. وهالتفاوت هذا مش من جهة الحكمة ولا من جهة الخلقة، التفاوت من جهة الخلقة موجود، طويل قصير حيوان كذا، إذن لا يقصده، وإنما يقصده يعني نفى التفاوت من جهة الحكمة. كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه حكمة، وهو أفضل عبادة أن نعرف هذه الحكمة. كلمة لك فضل في هذا الإطار. نعم فضل في إطار معرفة الله. نعم والحكمة ليس انتناقا من الموروث، لأن الموروث والمقلد يؤدي إلى فساد الدين. أحيانا لا يمكن الإنسان أن يعرف الله بما يرثه عن أباء والأجداد، أن المعرفة الموروثة تؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ضعف الإيمان، ولا يكون للدين حضور في الواقع إذا يعني أخذناه عن طريق الوراثة. ومع التقدم الحضاري والتقدم العلمي وفي إطار أن تواكب الشريعة الزمان والمكان، من صفات الشريعة الإسلامية أنها شريعة متطورة وتقبل التطور. وهذا دائما مثل علاقة الإنسان بالكون مرتبطة بالمسألة العقيدة، العقيدة ليست منفصلة عن الواقع، وهذا هو من خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة واقعية. لا تصور العقيدة مجرد مثلة ونظريات أو معلقة في السماء، تترجم عن طريق معرفة الواقع. وهذا الواقع هو الذي يعني يعمق إيمان الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن القوة، المؤمن القوي نعم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم باش ما يتغضبش حتى يغضب الضعيف، وفي كل خير برا ما يسالش خليه قوي بربي بعقيدته بإيمانه نعم بربي من صفاته نعم يستمد قوته من قوة الإله. والقوة كيف نصنع القوة؟ نعم إذا غزينا في عقر الدين واستعمرتنا أمم الأخرى. العلم وعدوا لهم صدق قلت نعم العلم. فهذا يجعلنا في أعتواء، يجعلنا نشعر عقدة الهزيمة زرعت في العالم العربي الزاني. نحن لماذا المسلمون اليوم يحملون هذه العقدة إلى أبد الدهر؟ هم مهزومون حضاريا، مسكونين بسؤال الهم، لماذا انهزمنا ونحن مؤمنون؟ هذا سؤال الهم يبقى دائما. ومن لا يحمل هذا السؤال ليس مسلما، ويحاول أن يجد حلول ويفكر ويعيش هذا الهم اليومي، ويحاول أن يبحث عن أسباب، ويحاول أن يطرح مشروعا للإصلاح في إطار تربوي وإطار اقتصادي وإطار سياسي. هذه الشعوب
صنعتها أنظمة مستبدة خلقت ما يسمى بالإنسان، الإنسان الجبان والإنسان النصف. الإنسان العربي الجبان له ثلاثة صفات أو ثلاثة عوائق صنعت دخل جعلته ينخرط فيما يسمى بالعبودية الطوعية. اهتمام الدين كيف يتعامل مع الدين؟ يتعامل الدين تعامل شكلي في إطار طقوسي، يهتم كثيرا بكرة القدم أن نصل إلى الترشح إلى كأس العالم وإنجاز حضاري عظيم عند هؤلاء الحروب، أن يهان التعليم ويهان الاقتصاد والسياسة، فشكل أمر عادي. نترشح كرة قدم أمر عظيم جدا، وهكذا المجموع. وهذا المواطن العربي الذي شوه وعيه وانفصل عن حقيقة الدين، الدين يمارس شكليا، ولما تحدث عن الحق والعدالة فهو لا يفهم الحق والعدالة. جمال بن قوسين سمعني الأمارة فضل الدين يمارس شكله، ولا حتى أنه نفهم الدين أنه كان يركز في الميزانية، وحريره الدين المغلوط، دين المغلوط، دين المعرفة هو التقوشي. هل احنا عرفنا الدين أم لا؟ لو أننا نعرف الدين على حقيقته ولله العزة ولرسوله، هو في الأصل المؤمن عزيز، المؤمن يتصف بصفات الله. إيه نعم. 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 بصفات الله. نعم. في الدين التقوسي الشكلي. هذا الدين لا يفيد في شيء. دين العوام. دين العامة. وكليش إحنا كن حب نروح في الدين بالمعنى العلمي، دين معرفة. إن كل سلوك فيه جهل، فيه مس بالدين بالمعنى الحقيقي، فهو ناتج عن فهم خاطئ للدين. فهم خاطئ. يلزمنا نسمح. الدين دين واحد. الدين دين واحد. الفهوم هي المختلفة، هذا شيء آخر. يعني ثم فهم العامة، ثم فهم العامة، ثم على قدم العامة. شو شو أحيانا ثم فهوم مقصودة تلصق بالدين لتشويهه، هذا شيء آخر. ثم خطأ يعني أعداء الدين شيء، ومعتنقي الدين شيء آخر. في معتنقي الدين ثم العامة وثم الخاصة ثم خاصة الخاصة، وثم ما نعبر عنهم بأعداء الدين، هذا شيء آخر. فهم الخاطئ الدين خطر على الدين نفسه. سمحنا كان أخذنا منك الكلمة، تفضل سي جمال. فهم الخاطئ. نعم نعم. والفهم الطقوسي للدين وحصره، وكأنه في كنيسة هنا يتساوى الإسلام والكنيسة إذا فهمناه بالمعنى الطقوسي. نعم. الدين الذي يتفاعل ولا يغير الواقع ولا يتفاعل معه ولا يبني مستقبلا في جميع المجالات، لا فائدة منه. هنا تستوي كل الأديان، معنى كلمة الأديان فيها مغالطة. رأي الدين عند الله واحد، من آدم إلى محمد. إيه هكذا أنا قلنا الدين واحد. هذا هو الدين واحد، ولم تذكر كلمة الدين في القرآن لا مفردة، لم تذكر لا مثنات ولا جمعا. إذا الدين حصل في زوايا المساجد وفي زوايا في المباني فلا قيمة له، لا معنى له. باي شكرا سي جمال في مذهبت إلي. سي الحبيب، ونحن نتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انطلاقا اللي وصلوا سي جمال وسي خالد، أنه الدين واحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله إلى أمة المسلمين وعمتي. فإحنا بما أننا قلنا لابد أن نعرف، يعني أول زيد هو أن نعرف الله سبحانه وتعالى. لله النصيحة لله، هنا هو أنه أول حاجة هي معرفة الله في الحديث. شنو معناتها لله؟ أن نعرف الله، أن نلتزم بما جاء في قرآنه، أن نعرف صفاته، أن نعرف ذاته، أن نعرف ذاته. سي خالد، في يعني في نو برقي، ويعني مستمعون يعني يستمعون إلينا أكيد في هذا البرنامج بأسلوب برقي، كيف يعني المسلم المؤمن يقرب أكثر فأكثر من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، يعني هو شهر التقرب من الله، وشهر القيام، وشهر الصيام، وشهر الصدقة، وشهر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وشهر الالتزام بجملة من الأخلاق والضوابط. الكلمة لك سي الحبيب. شكرا. كما رينا في الحصة الفارتة، رمضان هو شهر الخيرات. نعم. والبركات. نعم. ديما نستحضروا ما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. نعم نعم. كنت تحدثوا على زيد معرفة الله، كما قلنا راه زيد معرفة الله ما يكون إلا بمعرفة القرآن الكريم ودراسته،
والتأثي بما جاء فيه والعمل بما جاء فيه. وفي الأخر بالكل نحبه نختمه باش نعرفه ماذا يعني هذا كله الزيادة دي شنوة، أن تكون أخلاقنا كما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفتها عائشة أم المؤمنين القرآن الكريم. نعم الأمثلة نقربوها ونجسدوها ونبسطوها. احنا فما صنفين من الناس، صنف كتقول له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وصنف كتقول له اتق الله يقول لك بارك الله فيك إنك ذكرتني إنك ذكرتني. نعم يتقي الله عنده علاقة ومعرفة بالله في المستوى، ما نحبش نقول في المستوى الإيماني فقط، لا لا في المستوى الإيماني وأيضا في المستوى المعرفي والعلمي. هنا بتبيع كل واحد معناها شنو أخذ حسب النصيب متاعه. الإنسان المؤمن وقت لا يؤذي حيوان تقول يتقي الله يقول لك استغفر الله سامحني يا رب. الإنسان المؤمن وقت اللي ما يعدلش بين صغاره ويستحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعدل بين الأبناء تقول له اتق الله يتق الله. الإنسان المؤمن وقت اللي يصيح ويعيط على أمه تقول له راو نهانا القرآن وراو نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم وراو قال لك الجنة تحت أقدام الأمهات، راهي ميمتك مرضتش عليك نشيت. إذا الأمثلة راه في هذا الباب، سنعود إلى هذا الموضوع سي الحبيب لأن الوقت حتى القطلي بسلوب برق. نعم بسلوب برق لأن مش نرجع للموضوع. سي خالد سي جمال كلمة كلمة فماش كلمتين كلمة كلمة مش نأخذ كلمة كلمة واحدة. الله أن نعرف نواهيه وأوامره. سي جمال معرفة الله بمعرفة الكون أيضا هما متلازمان. نعم أنا أقول عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. إخوتي الأفاضل المستمعين إذاعة الحياة أفهم القيروان للصحة أوشكت الحصة على النهاية. فقط نقول لكم في الحصة القادمة سنتكلم عن مفهوم التقوى ودلالة التقوى وأبعاد التقوى وثمار التقوى وكيف نجعل التقوى أساسا لحياتنا اليومية. بطبيعة الحال مع شكر موصول لسادتنا الأكفاء وكذلك لإخوتنا في الإخراج والتأثيث. إن شاء الله صياما مقبولا وذنبا مغفورا وشاي طيبة. إلى عيسى دعوة موسى وسيدنا عيسى محمد.